عودة الشيخي هذه المرة موفق، عودة الشيخي هذه المرة كانت موفقة جدا من أجل استرجاع الكرة ناحية إيوالا، تصل في الأخير لوومبا، الانطلاقة من وومبا، يبحث عن المراوغة والمرور، يبحث عن المراوغة، يحافظ على كرتو، هل هل يمر 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 وومبا ناحية رفيقه، يلحق عليها يلحق عليها، تسديدة قوية قوية، هدف التعادل من جانب شباب بن وجداد، تسديدة قوية، يتمكن شباب بن وجداد البديل بورديم يتمكن من تعديل النتيجة قبل نهاية الوقت الرسمي المقابلة بثلاث دقائق، من بعيد يتمكن بورديم، هاي المحاولة من وومبا، وومبا ناحية بورديم كان بعيد عن كل مضايقة، ارتكز على اليمنى وسدد باليسرى، تمكن من مباغة الحارس الفراحي وتوقيع هدف التعادل قبل نهاية الوقت الرسمي بثلاث دقائق، هاي اللي عاد الهدف الذي سجله بورديم رغم الارتماء من الحارس الفراحي في اتجاه الكرة، ولكن قوة التسديدة القوة عابرة للكرة عابرة للدفاع تستقر في مرمى الحارس الفراحي، ويتمكن شباب الوجداد في العودة في النتيجة وتعديل النتيجة في اللحظات الأخيرة خليني نقول من اللقاء. لهذا قلت التشويق يبقى متواصل بنتيجة هدف مقابل صفر.